فاست فود بيساعد بشكل كبير برضو في ارتفاع نسبة السكر وتأثيرها برضو بشكل عام على ليه المأكولات السريعة لأن دي حاجات غير صحية وغير طبيعية وفيها كيماويات وفيها يعني نسبة كوليسترول ودهون فبتعمل بقى ايه كوليسترول عالي ودهون وكيماويات معقدة فبتعمل مشاكل من ضمن أسباب انتشار السكر دلوقتي. تمام. ده بالنسبة للسكر في نسبة كبيرة جدا من الناس عندهم سكر. تمام. السكر ده بيأثر على الجسم كله من أول شعر الرأس لغاية أصابع الرجلين. تمام. بيأثر على الجسم كله. وهي دي اللي بيسموها مضاعفات مرض السكر. طبعا بيأثر على الجسم كله. تمام. على الكبد على الكلى على الأسنان على العين على أصابع على الأوعية الدموية وأكثر تأثيره بيبقى من خلال أنه بيأثر على الأوعية الدموية وعلى الأعصاب. تمام. فمن ضمن تأثيره العين فيها أوعية دموية بتتأثر بالسكر، العين فيها أعصاب تتأثر هي كمان بالسكر، فبيجي تأثير العين تأثير السكر على العين إنه بيبقى تأثير على الأوعية الدموية اللي موجودة في العين، ده أكتر تأثير الموجود دي.